نعم. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه؟ إيش؟ من ترك سجدة سهو في ركعة فائتة فما حكمه؟ يعني في صلاة، في صلاة فائتة يعني. في صلاته. إيه. بعض العلماء يفصل يقول إن ترك سجود السهو الواجب قبل السلام فصلاته باطلة إذا تعمد، وأما إذا كان بعد السلام فلا. وعللوا كلامهم بأنه إذا كان سجود السهو في نفس الصلاة فهو واجب فيها، وإذا كان بعد الصلاة بعد السلام فهو واجب لها. وبعض العلماء يقول سواء قبل السلام أو بعد السلام إذا تركه متعمدا فصلاته باطلة، لأنه عصى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله فليسجد. ولا أظن مسلما يتعمد ترك سجود السهو وهو سجدتان متعمدا ويعلم أن الرسول أمر بها أبدا، فإما أن يكون جاهلا وإما أن يكون ناسيا. نعم.